ناشد مستفيدو سكنات حي 50 سكن السلطات المعنية إتمام سكناتهم وإنهاء معاناتهم. الفركة كاين ناس قريب يموتوا وما تستلموش المشروع تاعهم. رانا خلصنا كلش الإجراءات اللي طلبوها علينا طبقناهم، لحد الآن رانا مازلنا ما استفدناش من السكنات تاعنا. احنا رانا نعانيو، كاين الناس قريب 50 سنة بلا زواج، الحاج اللي معنا ذاك راح يموت مسكين، مازال ما سكنش. كاين اللي راح البنكة، كاين اللي دار يتباع بالطوموبيل تاعو، كاين اللي يرهم، كاين اللي يطلق عجل السكنة، هون نروحوا احنا. المستفيدون تحدثوا عن أوضاع صعبة يعيشونها جراء هذا التأخير. راهو شوف يقول باللي رانا كملنا السكنة، راهو شوف وزيها الروقانة راهو ماشي كاملة، وراهو يقول أعطوني سواردي. وهي لا كاينه سكنه لا والو، ها هاك تشوف فارغه. خويا شوف اخويا وين وصلنا هنا في السيكونت لوجمون هذه الغابه ونبتت. المرقي العقاري يطالب مصالح التجهيزات العموميه لانجاز قنوات الصرف لاتمام ما عليه من التزام. خدمت لهم في اطار القانون وخدمت لهم الشيء اللي خدمته، الشيء اللي بقى بما فيهم لامينزري وصبغه، قلت خلي لاديش مديرة البناء والتعمير تخدم خدمتها بما فيها لي ريزو تاع الماء لاسينيسمون الغاز والتريسيتي وسونسوماتر كملتو، ما فيها مديرية التعمير والوالي والوالي رسلتهم. مدير قطاع السكن يقول في اقرب الاجال وقد حدد 31/12/2021 على ما على التزام هذا المرقي العقاري. ويبقى ساكنة الحي في انتظار دخول سكناتهم.